السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في حكاية جديدة من مكتبة الحكايات، وحكايتنا لهذا اليوم ستكون بعنوان الملك يونان والحكيم رويان. ولكن كالعادة قبل البداية بالحكاية، لا تنسوا أصدقائي الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس دعما لنا للاستمرار. كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في مدينة الفرس وأرض رومان، ملك يقال له الملك يونان، وكان ذا مال وجنود وبأس وأعوان من سائر الأجناس، وكان في جسده برص قد عجزت فيه الأطباء والحكماء، ولم ينفع منه شراب أدوية ولا دهان، ولم يقدر أحد من الأطباء أن يداويه. وكان قد دخل مدينة الملك يونان حكيم كبير طاعن في السن، يقال له الحكيم رويان، وكان عارفا بالكتب اليونانية والفارسية والرومية والعربية والسريانية، وعلم الطب والنجوم، وعالما بأصول حكمتها وقواعد أمورها من منفعتها ومضرتها، عالما بخواص النباتات والحشائش والأعشاب المضرة والنافعة، فقد عرف علم الفلاسفة وجاز جميع العلوم الطبية وغيرها. ثم إن الحكيم لما دخل المدينة وأقام بها أيام قلائل، سمع خبر الملك وما جرى له في بدنه من البرص الذي ابتلاه الله به، وقد عجزت عن مداواته الأطباء وأهل العلوم. فلما بلغ ذلك الحكيم بات مشغولا، فلما أصبح الصباح لبس أفخر ثيابه ودخل على الملك يونان، وقبل الأرض بين يديه ودعا له بدوام العز والنعم، وتكلم وأعلمه بنفسه فقال: أيها الملك، بلغني ما اعتراك من هذا الذي في جسدك، وأن كثيرا من الأطباء لم يعرفوا الحيلة في زواله، وها أنا أداويك أيها الملك دون أن أسقيك دواء ولا أن أدهنك بدهن. فلما سمع الملك يونان كلامه تعجب وقال له: كيف تفعل ذلك؟ فوالله لو شافيتني أغنيك لولد الولد، وأنعم عليك ما تتمناه فهو لك، وتكون نديمي وحبيبي. ثم إن الملك أحسن إلى الحكيم وقال له: أتشفيني من هذا المرض بلا دواء ولا دهان؟ فقال الحكيم: نعم، أشفيك بلا مشقة في جسدك. فتعجب الملك غاية العجب، ثم قال له: أيها الحكيم، الذي ذكرته لي في أي وقت يكون وفي أي الأيام؟ فأسرع أيها الحكيم. فقال له الحكيم سمعا وطاعة. ثم نزل من عند الملك واكترى له بيتا حط فيه كتبه وأدويته وعقاقيره، ثم استخرج الأدوية والعقاقير وجعل منها صولجانا وجوفه، وعمل له قصبة وصنع له كرة بمعرفته. فلما صنع الجميع وفرغ منها، طلع إلى الملك في اليوم الثاني ودخل عليه وقبل الأرض بين يديه، وأمره أن يركب إلى الميدان وأن يلعب بالكرة والصولجان، وكان معه الأمراء والحجاب والوزراء وأرباب الدولة. فما استقر بين الجلوس في الميدان حتى دخل عليه الحكيم رويان وناوله الصولجان وقال له: خذ هذا الصولجان وقبض عليه مثل هذه القبضة، وامشي في الميدان واضرب به الكرة بقوتك حتى يعرق كفك وجسدك، فينفذ الدواء من كفك فيسري في سائر بدنك، فإذا عرقت وأثر الدواء فيك فارجع إلى قصرك وادخل الحمام واغتسل ونم، فقد برئت والسلام. فعند ذلك أخذ الملك يونان ذلك الصولجان من الحكيم وأمسكه بيده وركب الجواد وأطلق الكرة بين يديه وساق خلفها حتى لحقها وضربها بقوة وهو قابض بكفه على قصبة الصولجان، وما زال يضرب به الكرة حتى عرق كفه وسائر بدنه وسرى له الدواء من القبضة.
وعرف الحكيم رويان أن الدواء سرى في جسده، فأمره بالرجوع إلى القصر وأن يدخل الحمام من ساعته. فرجع الملك يونان من وقته وأمر أن يخلو له الحمام، فأخلوه له، وتصارعت الفراشون وتسابقت الملوك وأعدوا للملك قماشه، ودخل الحمام واغتسل جيدا ولبس ثيابه داخل الحمام، ثم خرج منه وركب إلى قصره ونام فيه. وأما الحكيم رويان فإنه رجع إلى داره ونام إلى أن أصبح الصباح. ولما خرج الملك من الحمام نظر إلى جسده فلم يجد فيه شيئا من البرص، وصار جسده نقيا مثل الفضة البيضاء، ففرح بذلك غاية الفرح واتسع صدره وانشرح. فلما أصبح الصباح دخل الديوان وجلس على سرير ملكه، ودخلت عليه الحجاب وأكابر الدولة، ودخل عليه الحكيم رويان. فلما رآه الملك قام إليه مسرعا وأجلسه بجانبه، وإذا بموائد الطعام قد مدت، فأكل صحبته وما زال عنده ينادمه طول النهار. فلما أقبل الليل أعطى الحكيم 2000 دينار والعديد من الهدايا وأركبه جواده وانصرف إلى داره. والملك يونان يتعجب من صنعه ويقول: هذا داواني من ظاهر جسدي ولم يدهني بدهان، فوالله ما هذه إلا حكمة بالغة، فيجب علي لهذا الرجل الإنعام والإكرام وأن أتخذه جليسا وأنيسا مدى الزمان. وبات الملك يونان مسرورا فرحا بصحة جسمه وخلاصه من مرضه. فلما أصبح الملك وجلس على كرسيه، ووقفت أرباب دولته، وجلست الأمراء والوزراء على يمينه ويساره، قام بطلب الحكيم رويان، فدخل عليه وقبل الأرض بين يديه. فقام الملك وأجلسه بجانبه وأكل معه وحياه وأعطاه، ولم يزل يتحدث معه إلى أن أقبل الليل. فأعطاه الملك 2000 دينار، ثم انصرف الحكيم إلى داره وهو شاكر للملك. فلما أصبح الصباح مرة أخرى خرج الملك إلى الديوان وقد أحدقت به الأمراء والوزراء والحجاب، وكان له وزير من وزرائه بشع المنظر نحس الطالع، لئيم بخيل حسود مجبول على الحسد والمقت. فلما رأى ذلك الوزير أن الملك قرب الحكيم رويان وأعطاه هذه الأنعام حسده عليه وأضمر له الشر، كما قيل في المعنى: ما خلا جسد من حسد. ثم إن الوزير تقدم إلى الملك يونان وقبل الأرض بين يديه وقال له: يا ملك العصر والأوان، أنت الذي شمل الناس إحسانك، لك عندي نصيحة عظيمة، فإن أخفيتها عنك أكون ولد زنا، فإن أمرتني أن أبديها أبديتها لك. فقال الملك وقد أزعجه كلام الوزير: وما نصيحتك؟ فقال الوزير: أيها الملك الجليل، قد قالت القدماء: من لم ينظر في العواقب فما الدهر له بصاحب. وقد رأيت الملك على غير صواب، حيث أنعم على عدوه وعلى من يطلب زوال ملكه، وقد أحسن إليه وأكرمه غاية الإكرام وقربه غاية القرب، وأنا أخشى على الملك من ذلك. فانزعج الملك وتغير لونه وقال له: من الذي تزعم أنه عدوي وأحسنت إليه؟ فقال الوزير: أيها الملك، إن كنت نائما فاستيقظ، فأنا أشير إلى الحكيم رويان. فقال له الملك: إن هذا صديقي، وهو أعز الناس عندي، لأنه داواني بشيء قبضته بيدي وأبراني من مرضي الذي عجز فيه الأطباء، وهو لا يوجد مثله في هذا الزمان في الدنيا غربا وشرقا، فكيف أنت تقول عليه هذا المقال؟ وأنا من هذا اليوم أرتب له المنازل والجاريات، وأعمل له في كل شهر 1000 دينار ولو قاسمته في ملكي وإن كان قليلا عليه، وما أظن أنك تقول ذلك إلا حسدا لهذا الحكيم، فتريد أن أقتله وبعد ذلك أندم كما ندم أحد الملوك على قتل نسره. فقال الوزير: وكيف كان ذلك؟ فقال الملك: ذكر أنه كان ملك ملوك الفرس،
يحب الفرجة والتنزه والصيد والقنص، وكان له نسر رباه ولا يفارقه ليلا ولا نهارا، ويبيت طول الليل يحمله على يده، وإذا طلع إلى الصيد يأخذه معه، وهو عامل له إناء من الذهب معلق في رقبته يسقيه منه. فبينما الملك جالس، وإذا بالوكيل على طير الصيد يقول: يا ملك الزمان، هذا أوان الخروج إلى الصيد. فاستعد الملك للخروج، وأخذ النسر على يده، وساروا إلى أن وصلوا إلى واد، ونصبوا شبكة الصيد، وإذا بغزالة وقعت في تلك الشبكة. فقال الملك للعساكر: كل من فاتت الغزالة من جهته قتلته. فضيقوا عليها حلقة الصيد، وإذا بالغزالة أقبلت على الملك ووشبت على رجليها وحطت يديها على صدرها كأنها تقبل الأرض للملك، فطأطأ الملك للغزالة ففرت من فوق دماغه وراحت إلى البر. فالتفت الملك إلى العساكر فرآهم يتغامزون عليه، فقال للوزير: ماذا يقول العساكر؟ فقال الوزير: يقولون إنك قلت كل من فاتت الغزالة من جهته يقتل. فقال الملك: والله لأتبعنها حتى أجيء بها. ثم طلع الملك في أثر الغزالة ولم يزل وراءها، وصار النسر يلطشها على عينيها إلى أن أعماها ودوخها. فسحب الملك سهما وضربها فقلبها، ونزل فذبحها وسلخها وعلقها في قربوس السرج، وكانت ساعة حر، وكان المكان قفرا لم يوجد فيه ماء، فعطش الملك وعطش الحصان. فالتفت الملك فرأى شجرة ينزل منها ماء مثل السمن، وكان الملك لابسا في كفه جلدا، فأخذ الإناء في قبة النسر وملأها من ذلك الماء ووضع الماء أمامه، وإذا بالنسر لطش الإناء فقلبه. فأخذ الملك الإناء ثانيا وملأه، وظن أن النسر عطشان فوضعه أمامه فلطشه ثانيا. فغضب الملك من النسر وأخذ الإناء ثالثا وقدمه للحصان، ولكن النسر لطشه مرة أخرى بجناحيه. فقال الملك: الله يخيبك يا أشأم الطيور، حرمتني من الشرب، وحرمت نفسك، وحرمت الحصان. فقام بضرب النسر بالسيف فرمى أجنحته، فصار النسر يقيم رأسه ويقول بالإشارة: انظر الذي فوق الشجرة. فرفع الملك عينه فرأى فوق الشجرة حية، والذي يسيل هو سمها. فندم الملك على قص أجنحة النسر، ثم قام وركب حصانه وصار ومعه الغزالة، حتى وصل الملك إلى القصر والنسر على يده، فشهق النسر ومات. فصاح الملك حزنا وأسفا على قتل النسر، حيث خلصه من الهلاك. فلما سمع الوزير كلام الملك يونان قال له: أيها الملك العظيم الشأن، إنما فعل الحكيم معك هذا شفقة عليك، وستعلم صحة ذلك، فإن قبلت مني نجوت، وإلا هلكت كما هلك وزير كان احتال على ابن ملك من الملوك، وكان لذلك الملك ولد مولع بالصيد والقنص، وكان له وزير، فأمر الملك ذلك الوزير أن يكون مع ابنه أينما توجه. فخرج يوما من الأيام إلى الصيد والقنص، وخرج معه وزير أبيه، فصارا جميعا، فنظر إلى وحش كبير، فقال الوزير لابن الملك: دونك هذا الوحش فاطلبه. فقصده ابن الملك حتى غاب عن العين، وغاب عنه الوحش في البرية، وتحير ابن الملك فلم يعرف أين يذهب، وإذا بجارية على رأس الطريق وهي تبكي. فقال لها ابن الملك: من أنت؟ قالت: أنا بنت ملك من ملوك الهند، وكنت في البرية فأدركني النعاس، فوقعت من فوق الدابة ولم أعلم بنفسي، فصرت حائرة. فلما سمع ابن الملك كلامها رق لحالها، وحملها على ظهر دابته وأردفها، وصار حتى مر بجزيرة، فقالت له الجارية: يا سيدي، أريد أن أزيل ضرورة. فأنزلها إلى الجزيرة، ثم تعوقت فاستبطأها، فدخل خلفها وهي لا تعلم به، فإذا هي غولة وهي تقول لأولادها: يا أولادي، قد أتيتكم اليوم بغلام سمين. فقالوا لها:
أتينا به يا أمنا نأكله في بطوننا. فلما سمع ابن الملك كلامهم أيقن بالهلاك وارتعدت فرائصه وخشي على نفسه ورجع، فخرجت الغولة فرأته كالخائف الوجل وهو يرتعد، فقالت له: ما بالك خائفا؟ فقال لها: إن لي عدوا وأنا خائف منه. فقالت الغولة: إنك تقول أنك ابن الملك؟ فقال لها: نعم. فقالت له: ما لك لا تعطي عدوك شيئا من المال فترضيه به؟ فقال لها: إنه لا يرضى بالمال ولا يرضى إلا بالروح، وأنا خائف منه وأنا رجل مظلوم. فقالت له: إن كنت مظلوما كما تزعم فاستعن بالله عليه بأن يكفيك شره وشر جميع ما تخافه. فرفع ابن الملك رأسه إلى السماء وقال: يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، انصرني على عدوي واصرفه عني، إنك على ما تشاء قدير. فلما سمعت الغولة دعاءه انصرفت عنه، وانصرف ابن الملك إلى أبيه وحدثه بحديث الوزير، فقتل الملك الوزير. وها أنت أيها الملك، متى آمنت لهذا الحكيم قتلك أقبح القتلات؟ وإن كنت أحسنت إليه وقربته منك فإنه يدبر في هلاكك. أما ترى أنه أبراك من المرض من ظاهر الجسد بشيء أمسكته بيدك؟ فلا تأمن أن يهلك بشيء تمسكه أيضا. فقال الملك يونان: صدقت، فقد يكون كما ذكرت أيها الوزير الناصح، فلعل هذا الحكيم أتى جاسوسا في طلب هلاكي، وإذا كان أبرأني بشيء أمسكته بيدي فإنه يقدر على أن يهلكني بشيء أشمه. ثم إن الملك يونان قال للوزير: أيها الوزير، كيف العمل فيه؟ فقال له الوزير: أرسل إليه في هذا الوقت واطلبه، فإن حضر فاضرب عنقه فتكفي شره وتستريح منه، واغدر به قبل أن يغدر بك. فقال الملك يونان: صدقت أيها الوزير. ثم إن الملك أرسل إلى الحكيم فحضر وهو فرحان ولا يعلم ما قدره الرحمن. فلما حضر الحكيم رويان قال له الملك: أتعلم لماذا أحضرتك؟ فقال الحكيم: لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. فقال له الملك: أحضرتك لأقتلك وأعدم روحك. فتعجب الحكيم رويان من تلك المقالة غاية العجب، وقال: أيها الملك، لماذا تقتلني؟ وأي ذنب بدا مني؟ فقال له الملك: قد قيل لي إنك جاسوس وقد أتيت لتقتلني، وها أنا أقتلك قبل أن تقتلني. ثم إن الملك صاح على السياف وقال له: اضرب رقبة هذا الغدار وأرحنا من شره. فقال الحكيم: أبقيني يبقيك الله أيها الملك، ولا تقتلني يقتلك الله. ثم إنه كرر عليه القول. فقال الملك يونان للحكيم رويان: إني لا أمن إلا أن أقتلك، فإنك شافيتني بشيء أمسكته بيدي، فلا آمن أن تقتلني بشيء أشمه أو غير ذلك. فقال الحكيم: أيها الملك، أهذا جزائي منك تقابل المليح بالقبيح؟ فقال الملك: لا بد من قتلك من غير مهلة. فلما تحقق الحكيم أن الملك قاتله لا محالة، بكى وتأسف على ما صنع من الجميل مع غير أهله. بعد ذلك تقدم السياف وغمض عيني الحكيم وشهر سيفه، والحكيم يبكي ويقول للملك: أبقيني يبقيك الله، ولا تقتلني يقتلك الله. ثم إن الحكيم قال للملك: أيكون هذا جزائي منك فتجازيني مجازاة التمساح؟ قال الملك: وما حكاية التمساح؟ فقال الحكيم: لا يمكنني أن أقولها وأنا في هذا الحال، فبالله عليك أبقيني يبقيك الله. ثم إن الحكيم بكى بكاء شديدا، فقام بعض خواص الملك وقال: أيها الملك، هب لنا دم هذا الحكيم، لأننا ما رأيناه فعل معك ذنبا إلا أن أبراك من مرضك الذي أعيا الأطباء والحكماء. فقال لهم الملك: لم تعرفوا سبب قتلي لهذا الحكيم، وذلك لأني إن أبقيته فأنا هالك لا محالة، ومن أبرأني من المرض الذي كان بي بشيء أمسكته بيدي
فيمكنه أن يقتلني بشيء أشمه، فأنا أخاف أن يقتلني لأنه ربما كان جاسوسا وما جاء إلا ليقتلني، فلا بد من قتله إذن. وبعد ذلك آمن على نفسي. فقال الحكيم: أبقيني يبقيك الله، ولا تقتلني يقتلك الله. وصار يردد ذلك مرات ومرات. فلما تحقق الحكيم أن الملك قاتله لا محالة، قال له: أيها الملك، إن كان ولا بد من قتلي فأمهلني حتى أنزل إلى داري فأخلص نفسي وأوصي أهلي وجيراني أن يدفنوني، وأهب كتب الطب، وعندي كتاب خاص الخاص أهبه لك هدية تدخره في خزانتك. فقال الملك للحكيم: وما هذا الكتاب؟ فأجابه الحكيم: فيه شيء لا يحصى، وأقل ما فيه من الأسرار. إذا قطعت رأسي وفتحت الكتاب وعددت 3 ورقات، ثم تقرأ 3 أسطر من الصحيفة التي على يسارك، فإن الرأس تكلمك وتجاوبك على جميع ما سألتها عنه. فتعجب الملك غاية العجب واهتز من الطرب، وقال له: أيها الحكيم، وهل إذا قطعت رأسك تكلمت؟ فقال الحكيم: نعم أيها الملك، وهذا أمر عجيب. ثم إن الملك أرسله مع المحافظة عليه، فنزل الحكيم إلى داره وقضى أشغاله في ذلك اليوم. وفي اليوم الثاني طلع الحكيم إلى الديوان، وطلعت الأمراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة جميعا، وصار الديوان كزهر البستان. وإذا بالحكيم دخل الديوان ووقف أمام الملك، ومعه كتاب عتيق ومكحلة فيها ضرور، وجلس وقال: ائتوني بطبق. فأتوه بطبق وكتب فيه الضرور وفرشه، وقال: أيها الملك، خذ هذا الكتاب ولا تعمل به حتى تقطع رأسي، فإذا قطعتها فاجعلها في ذلك الطبق، وأمر بكبسها على ذلك الضرور، فإذا فعلت ذلك فإن دمها ينقطع، ثم افتح الكتاب. فقتل الملك الحكيم بقطع رأسه، ثم فتح الملك الكتاب فوجده ملصوقا، فحط إصبعه في فمه وبله بريقه، وفتح أول ورقة والثانية والثالثة، والورق ما ينفتح إلا بجهد. ففتح الملك 6 ورقات ونظر فيها فلم يجد كتابه. فقال الملك للحكيم وهو مقطوع الرأس: أيها الحكيم، ما فيه شيء مكتوب. فقال الحكيم: اقلب زيادة على ذلك. فقلب فيه زيادة، فلم يكن إلا قليلا من الزمان حتى سرى فيه السم لوقته وساعته، لأن الكتاب كان مسموما. فعند ذلك تزحزح الملك وصاح وقد قال: يا ويلي يا ويلي، لقد سرى السم في جسمي. فلما فرغ رويان الحكيم من كلامه سقط الملك ميتا لوقته. فلو أبقى الحكيم رويان حيا لأبقاه الله، ولكن أبى وطلب قتل الحكيم فقتله الله. إلى هنا نصل إلى نهاية الحكاية، أتمنى أن تنال إعجابكم، وإلى اللقاء مع حكاية جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تصبحون على خير.